المون كديري لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين مزيانين يا ربي، وكما تمنيتو كل واحد شخصيا. فيديو معكم جديد، نهار جديد، باقي في التحضيرات ديال العرس ديال صاحبتي. اليوم غادي نمشي لاطوم، نقولكم شي بلاصه هنا كنظن باقي. فين غادي نحطكم؟ فين؟ اوكي، اي بيرفكت. بون، اليوم صراحة عندي بزاف ما يدار، بزاف بزاف بزاف. اول حاجة خصني نمشي ناخذ واحد تيشيرت، تيشيرت في الكحل، بوركي حيت الصاية فيها الكحل وفيها بحال ليموني. بون، غادي نوريكم الصاية بوركي جاتني اخيرا. نوريها لكم باش تفهموا، بوركي سينو ما غتفهموا والو. هذه هي الصاية لي زامي، فيها السبع، حنا المغاربة كاملين سبوعة. وعجبتني بزاف، فيها واحد الفضيقة هنايا، يعني كتجي محلولة من هنايا، وملبوسة كتبان حسن صراحة، لا علاقة لا علاقة. جاتني طويلة بزاف، ولكن لقيت لها واحد لي دخيك، اصلا غادي نلبس معها الطالو. لقيت لها واحد لي دخيك، غتجي غزالة غزالة. الوغ اش فكرت انا صراحة؟ توب ديال الكسوة الاخرى، انا فكرت بانه غيجي بزاف الا درت نحيد المرايا من هنا. الا درت هذا، مش تخيلوا نلبس الصايه في هاد الالوان كاملين، والفوق ندير نفس الشيء، يعني غيجي بزاف، غيجي عامر بزاف. الوغ فكرت غادي ناخذ لا غير شي كاميسيطه، تيشيرت ديال الفوق، غادي ناخذها لا في الكحل باسيك، حيت سينو غادي يجي بزاف، غيجي معيق داكشي بزاف، وما الظلام غادي نصوب غير الصايه والتيشيرت والكاميسيطه. غادي نشريها، انا شفتها في زارا عجباتني بزاف، اصلا واحد الباسيك اللي دائما كيكون في زارا. غادي نوريكم الكسوه اللي لبست في حيت دابا بحال هذا العرس الثاني، وانا ما عندهم شكل، يعني دار ثلاثه المرات العرس، دارت واحد المره العرس ديال غير مشاو تكاتبوا عند العدول، بوركي هما ماشي بحالنا، يعني ماشي بحالنا المغاربه. العرس الاول مشات تكاتبت عند العدول، والعرس الثاني داز غزال حتى هو صراحه، لبسات البياض، كانت ديك الساعه مازال ما ولدتش. وهذا العرس الثالث اللي قررت تلبس ولدها، بوركي ولدات وليد وبغات تحتفل به المره الثالثه. نوريكم الكسوه اللي لبست في العرس ديالها الثاني، كانت شرات لينا، عطاتنا كادو هاد الثوب، وانا هاد الثوب درت منه صايه بحال هاد الشكل، غير هاد الصايه ما كانتش محلوله بحال الاخرى، ولكن ما محلولات. والثوب ديال هذا ما كانش عامر بحال الاخر، يعني كان شويه فاتح. الوغ انا هذا درت ليه هاد لاباغ ديالو الفوقانيه، كتجي هكذا، واخا كتبان صغيره راه مع فيها لاستيك كتجبد، وكان جا غزال، وكنا درنا بحال الزيف، حيت هما تما كيديروا بحال الشكل ديال الزيف. درت هذا صراحة ما بقيتش عاقلة كيفاش كيتحزم، واش هذا ولا الاخر؟ كان عندي واحد مخيط، كنظن هذا شي، هذا كنت نيتو هادشي بحال، نجرب الا بقيت عاقلة كيفاش كيداه. المهم التربان تيجي بحال الطريقه،
وجاكزيل بونو كان شعري، كان شعري كحل، فاش كان شعري كحل وطويل زمان يا زمان صراحه، كان جا غزال 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 بزاف. وهاد الكسوه جبتها بوركي غادي تجي واحد، غادي نمشي انا واختي وواحد البنت صاحبتنا مغربيه حتى هي، وجبتها لها قلت لها تلبسها بوركي اصلا انا مابقات كتجي قدي يعني الحمد لله عطاتنا ثوب اخر وخيطنا وحدين اخرى وحده اخرى. قالوا غادي تلبسها هي، وجدتها ليها باش الا كانت مكممشه شويه تطلق مع العلاقه. وصافي اليوم غادي نمشي ناخذ التيشيرت للصايه، وخاصني نمشي نجيب البراساليت وهذا هاد الزيف. الزيف راه الخياط تعطل باش ما يصاوبوش ليا، واش تعطل الوغ خاصني نمشي نجيبو اخر ساعه وغدا العرس. المهم ما بقاش بزاف ما يدير، غادي صراحه ما غادي ماكي ما والو، اصلا ما عنديش الوقت وما راش قاش ليا. غادي ندير غير كريم، كريم هذه زوينه خديتها من الميركادونا باش نهيدراتي لابو. فين هو ديال العينين دافيتو هاهو. وصافي صراحه البنات وليت كنجرب واحد الحاجه وخدامه ليا بوركي والله الا حسيت بالبشره ديالي تبدلات انه ما بقيتش كنغسلها بزاف. انا بصراحه كنت كنغسلها في الصباح وفي العشيه، البشره ديالي انا دهنيه ماشي دهنيه، دهنيه وساك في نفس الوقت. هاد المنطقه ديال التي مثلا عندي دهنيه وهنايا عندي ساك، ودابا صافي شحال هذا ما عرفتش شي 6 شهور ولا هكا ما بقيتش كنغسل وجهي بالماء، كنغسلو غير في الليل. في الصباح كندوز عليه غير يا اما نورمالمون كندير واحد الطوني كنديرو انا بالدار، ولكن هاد الايامات مع الجري وداكشي ما ساليتش الوغ كنستعمل هذا من ليدل. هذا خديته من ليدل ناتوريل ما فيهش برودوي كيميك بزاف غزال، هما كاتبين هنا العلامه ديال بيغان، بيغانو يعني نباتي. وصراحه سامارس يعني ما مابقاش كيخرج ليا حبوب بزاف، ما عرفتش يمكن حيت لابو كتر ما غسلتيها كتر ما تتقول كيفاش يعني كتكون خاصه هذيك المناعه ديك الكاب ديالها ديال لاكغاس بوركي منها كتقوت هي. الوغ تتقول غسلتني دابا خصني نخدم باش ندير عاوتاني ندير كاب اخرى ديال لاكغاس، ويمكن هذاك هو اللي كيوقع. الوغ كندوز عليها غير هذا، هذا ديال العينين وانا هذا غزال البنات. هذا غادي نشارك معكم في واحد الفيديو سبيسيال بوركي هاد الماركه انا جادور ديال كوارا، غزاله غزاله. غادي ندير لكم شي نهار واحد الفيديو بوركي يستاهل يستاهل يستاهل، وغادي يعجبكم بزاف. ما غادي تجربوها غادي تعجبكم بزاف، غادي تشكروني بزاف، غادي تحماقوا ليها والله. وصافي غادي ندير كريمه الشعر ديالي البارح كما قلت لكم قطعته، جيت للدار درت لي واحد الماسك ديال البوتوكس درتها لي وصافي، وما غير نشفتو يعني ما غسلتوش من بعد. غسلتو درت الماسك ومن بعد خليته صراحه ما طمال نقدر نخرج بيه بحال هكا خليها اكثر ما بقات في الشعر مزيان. الوغ فهاد الليل غادي نغسلها وصافي. اوكي صاوب شويه حجباني ما
ما غادي ندير والو كما قلت لكم، غادي نمشطهم. البنات اللي عندكم وجهكم يعني مزيان ما فيش دي مارك، غادي نضرك غير واحد الديف، واحد الحبه خرجت لي البارح هنايا، دائما كاين شي ديفو. المهم دربوا، حاولوا الميك اب كل نهار كل نهار ما خدامش، باسكو كيسد المسامات، يعني ماشي شي حاجه اللي كتبينيفيسي. صراحه خرجوا لي الحبوب بزاف، الستريس الستريس البنات. شوف كاينين جوج حوايج كيخرجوا بهم الحبوب، الماكله ما كتكونش مزيان، بونو جوج ثلاثه، الماكله ما كتكونش مزيان، لي زغمون كيكونوا التيغي يعني ما تيكونوش شي مبرز، كيكونوا مخلوطين، و لي ستريس. انا اغلبيه كيخرج ليا من لي ستريس صراحه، فيما تكون عندي شي سيمانه بحال هكا شويه ستريسي كنحس بها. اطون لي زامي غادي نشعل الضو بركي. اوكي حجبان غادي ندير فيهم غير شويه ديال شويه هنايا كنبان شي بارك عليهم. هاد لك خيوم من شانيل البنات، ماشي افضل حاجه عندي صراحه، خديته كنتسنى غير يتقاد بوركي ماشي شي حاجه واو، ما ننصحكمش بيا بوركي هذا ديالهم، هذا ديالو غليظ بزاف، القلم ماشي رقيق، واحسن حاجه باش تقادو الشفار ديال الحجبان ديالكم هو القلم يكون رقيق، كيجي فيني وكتقدروا ترسموا شعره بشعره. هذا صراحه يكون ضباني بونو مره كنديرو تقاد ليا، هذا ديال بنفيت، هذا احسن حاجه، هذا ديال بنفيت رقيق بزاف، وانا ما كاين والو بيرو، تخيلوا هذا هو الراس ديالو يعني. والقلم كيكون رقيق بزاف، وكيجي رائع. هذا غالي شويه البنات، انا كنتسنى بغيت نجرب واحد الكخيوم بحال هذا، خرجته الميركادونا يعني رخيص بزاف، غادي نجربو غادي نقول لكم الا كان زوين غادي نقول لكم بوركي. هذا كيدير 20 ولا 25 والله ما عقلت، 25 الاورو يعني 20 هي 200 درهم. سي بحال هكا غالي، وكيتقاد بالزربه بوركي، ماشي
ماشي غليظ بزاف، واش ماشي طويل بزاف. صافي غادي ما عرفتش غندير شي اي لاينر ولا نخلي عينيا غير ناتوريل، والله ما عرفتش ما ندير والو في عينيا. ندير شويه ديال الغلوس، وانا ساليت. كيعجبني هذا السيل بحال هكا، برك كيبقى الوجه كيبقى ناتو، كتبان لابو ديالك، كتبان فريش، كتبان سيس. تقدري ديري شويه ديال الميكاب طرقي العيوب وداكشي، ولكن كيبان الوجه، كيبان ناتو غير ما كيبانش عامر ماكياج. انا صراحه كنماكغي ما تكون شي اوكاسيون او لا غادي نمشي شي بلاصه اللي غادي نبقى بزاف الوقت وخاص الميكاب يطول معايا في هذيك اللحظه. اما بحال هكا خصني ندير شي حوايج في فيزمو ولا نمشي نتقدى ولا شي حاجه، الميكاب صراحه ما كنديروش كتب عليكم. الريسيل حتى هو ما كنديروش. بونو دابا زربانه مي نورمالمون شي بعض المرات. بون غادي نلبس، خديت واحد الحاجه غزاله غادي نوريها لكم. خديت هذا من البنات، خديت هذا البنات، خديته من بولامبير. صافي ما تخديته غير شي سيمانه، هذه خديته رخيص بزاف 12 اورو، ما جربته حتى اليوم. باش نقول لكم شي، خديت ام 12 اورو. صراحه عجبني اللوين، اما حتى السيل عجبني، ولكن ملي جربته راه واو. وانا غادي نلبس وغادي نوريكم الاوتفيت تا كيجي بالطريقه. بسمه السروال صراحه بحال ديال اللينو بيرفكت، خصني غير تشاكيطه صراحه. شوف شنو تشاكيطه نلبس. دابا ما كاينش البرد، اما من بعد شي غادي يبرد شويه. عندي هذه واخا كنشوفها بايضه بزاف. تي ما غادي نلبس هذه، ما دابا ما غادي نلبس حاجه، غادي نمشي هكا سويت. والله عرفتي احسن، عرفتي شنو احسن حاجه درت؟ خديت هذاك الساك داك القهوي، والله راني اموغو بهذا الساك، كيجي مع كلشي كلشي، اي حاجه فيها القهوي. اصلا انا ديجا كنستعمل البيج والقهوي بزاف. الو لا يخيبك الاسماء، لا يخيبك. لي زامي وصلنا لزهراء، كوليكسيون جديدة هي بوكو دو غوز. غادي نمشي ديريكت داكشي اللي بغيت، بوركو سينو غادي نبقى هنايا عشية كاملة، باقي عندي شملة ما يدير. التيشيرت اللي كنقول لكم لي زامي مرتين هو بعدا كان هنايا نورمالمون. صافي شفت هذه هي الكميسيطة، بولي زعما قضيت الشغل، ما خلونيش نسجل في زارا صراحة، قالك ممنوع تسجيل في زارا، ما عرفتش علاش، باش ما ينقلوش ليهم باش ما ينقلوش ليهم الاوتفيت ولا ما فهمتش والله. المهم انا خديت التيشيرت اللي وريت لكم. المهم غادي نهبط لتحت، غادي نمشي للسوبر مارشي. هذه
هنا ما غادي ناخذ والو، غادي نمشي ديريكت باغا واحد الكرواسانس كيكونوا هنا غزالين، و غناخذ شي حاجه باش ناكلها بوركي فيا الجوع. اللحومات الكرواسانات غادي يكونوا هنايا، جربتهم داك النهار اول مره صراحه ما كناكلش انا هادشي بزاف، ولكن ديتهم عباد الله وناري شحال داك راه ما يمكنش. ها هما لا دا باليتشي باليتشي شنو من الكرواسانات، ولكن راه هاد الماركة نابوليتاناس. ها هما ويلا عباد الله كرواسون كيبغي نتوما الشوكولات، حيت انا اللي خديت ديك النهار كاين الشوكولات. هادو هما نو ماشي هذا، هادو هما ولكن ما تقولوش ليا كاين غير واحد عباد الله. ها هو لقيتو كاينين زوج، ما عادش ناخذ واحد الختيته هي غادي نمشي ليها واحد. ويلي غادي نغلاض ما حول الحبوب كيخرج ليا نورمال، وصافي صراحه ما عندي ما يتقدى هنايا كلشي شاريه تبارك الله، تشرا كبير ولا بقيت هنايا ما نساليش. ايوا صافي مره اخرى نجيبكم ما باسكو لا تقديت ما 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 فاتش بزاف الوقت، مره جايه ان شاء الله نجيبكم نوريكم حاجه بحاجه.